وسلم كان في الليلة ديت قاعد يصلي ويبكي حتى الصباح. كان مما قاله سعد في اقتراحه: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه أدنى تكون فيه ثم نلقى عدونا؟ فإن عزنا الله أظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا. بسم الله نبدأ. وصول المسلمين لبدر وتخطيط للمعركة. نزل الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين عند أقرب مكان من مياه بدر. قال الحباب بن المنذر للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله؟ ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ يعني الحباب المنذر قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصلوا لي أقرب مكان وصلوا له من بدر: المكان اللي احنا نزلناه ده يا رسول الله، ده المكان ده ربنا لأمرك اللي احنا نيجي في نفس المكان اللي انت جيت فيه ده، ولا ده بناء على رأي وحرب ومكيدة؟ فقال له الرسول: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال اللي هو الحباب المنذر، قال للرسول: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض يا رسول الله بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم فتنزله، ونغور ما ورائه من الأبار، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. يعني الحباب المنذر قال: يا رسول الله، المكان ده مش مكان يعني مش مكان حرب، مش مكان استراتيجي، مش هينفعنا في الحرب، لا، قوم يا رسول الله بالناس واحنا نوصل لغاية أقرب مكان من العدو، أقرب مكان من الماء قريب من العدو، هنيجي فيه ونستولي عليه، الأبار اللي وراء هنغورها ونبني عليه حوض ونملأه مية، ونقاتل الجيش العدو جيش قريش، ونشرب من المية اللي احنا عليها وهم مش هيقدروا يشربوا، وطبعا عدم قدرتهم على الحصول على الماء دي هتضعف الجيش اكتر واكتر، وهتبقى في صالح المسلمين جيش المسلمين. اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم برأي الحباب المنذر ونهض بالجيش لغاية ما وصل أقرب مكان أقرب ماء من العدو ونزل عليه وصنعوا حواض وغوروا ما عادها من الآبار، يعني بوظوا بقية المية وسابوا المية اللي هيشرب منها بس. وده برضو بنشوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني كان ديمقراطي، كان بيأخذ برأي أصحابه، كان ما كانش مع انه النبي صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم وسيد المرسلين، يعني لا، هو كان من قمة تواضعه اللي هو كان بياخد برأي اصحابه والرأي الاصلح كان بيسمع له وبينفذه بكل تواضع. بعد نزول الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين لغاية اقرب مكان من ماء بدر من قريش، اقترح بقى سعد بن معاذ على الرسول ان هو يبني له عريش، مكان يستظل فيه علشان يكون مقر لقيادة الجيش والحرب، وانهم يأمنوا على الرسول صلى الله عليه وسلم قريش من العدو. كان مما قاله سعد في اقتراحه: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه أدنى تكون فيه ثم نلقى عدونا؟ فإن عزنا الله أظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى يعني لو هزمنا
جلست على ركائبك فلحقت بمن ورائنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله، ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم ويناصحونك ويجاهدون معك. أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا بالخير لسعد بن معاذ، ثم بنى المسلمين العريش لرسول صلى الله عليه وسلم على المكان كده مرتفع شوية، مشرف على ساحة القتال، بيبص على ساحة القتال. كان معاه في المكان ده أبو بكر الصديق، وكانت سلة مجموعة قليلة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ يحرسون عريش الرسول محمد. كانوا سعد بن معاذ وكان مجموعة قليلة من شباب الأنصار واقفين حراسة على العريش، زي الحراسة الحرس الجمهوري على رئيس الدولة، كانوا واقفين تأمين وحراسة عليه.